بهذا اليوم محلل الأسواق المالية سركيس شوبريان الذي انضم معنا عبر خدمة السكايب من مدينة عمان. مرحبا بك أستاذ سركيس. بداية سأسألك عن أسعار الذهب. أسعار الذهب كانت هي متراجعة منذ فترة ماضية، هي عاودت الارتفاع، تخطت حاجز $1,900. لو نشرح السر وراء هذا الارتفاع، وهل هذا الارتفاع هو مستمر في الصعود أم لا؟ شكرا لحضرتك. بالفعل خلال الفترة الماضية ارتفعت أسعار الذهب لمستويات أعلى من $1,900 للأونصة الواحدة قبل أن تتراجع قليلا وبشكل محدود خلال هذا اليوم. هنالك العديد من الأسباب التي دعمت الارتفاعات في أسعار المعدن الثمين. فلو نظرنا إلى التحركات التي شهدها الذهب خلال الأشهر الماضية، لشهدنا بأن أسعار الذهب بدأت بالارتفاع مع بداية المخاوف من التضخم، وكما نعلم بأن الذهب هو مخزن القيمة للقدرة الشرائية للنقد، وعندما نتكلم عن التضخم ومخاوف الارتفاع في التضخم، فهنا نتحدث عن مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للنقد، وهذا ما يوجه العديد من الجهات لطلب الذهب كملاذ سياسات البنوك المركزية عالميا. البنوك المركزية حول العالم رغم أن البعض منها يتوجه لبعض التقليص لسياساته التحفيزية، لكن بشكل عام البنوك المركزية تحتفظ بأسعار فائدة متدنية جدا، منها الفيدرالي الأمريكي، بنك مركزي أوروبي، بنك إنجلترا المركزي أيضا، كلها سياسات نقدية تحفيزية، والذهب يستجيب بطبيعته اقتصاديا بالإيجاب لتوقعات أسعار الفائدة وأسعار الفائدة المتدنية. فهذه هي الأسباب باعتقادي التي ساهمت في دفع أسعار الذهب للارتفاع من مستويات ما دون $1,700 للأونصة حتى نشهدها خلال هذا الأسبوع أعلى من $1,900 للأونصة الواحدة. طيب هل هذا الارتفاع أستاذ سركيس سيستمر بالصعود خاصة مع المخاوف من حدوث التضخم؟ بالفعل على المدى المتوسط والطويل هنالك إشارات شبه مؤكدة بأننا أمام احتماليات للمزيد من الارتفاع في التضخم، وبالتالي باعتقادي أن أسعار الذهب ربما ستستمر بارتفاعها على المدى المتوسط والطويل، خصوصا وإحنا حاليا عم ننتظر خطة إنفاق جديدة من الحكومة الأمريكية يجري مناقشتها الآن في مجلس الكونغرس، وهذه الخطة إن تم تمريرها ربما سيكون لها تأثير كبير إيجابي على أسعار الذهب. ففي عام 2020 شهدنا مدى تأثير خطط الإنفاق الحكومية عندما تم إقرارها من الحكومة الأمريكية آنذاك، وارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير. وأيضا هذه المرة أعتقد بأنه الإنفاق الحكومي سوف يتزايد في الولايات المتحدة، وهذا يعني المزيد من التدفقات النقدية للاقتصاد، وبالتالي احتماليات ارتفاع الذهب قائمة على المدى المتوسط والطويل. لكن على المدى القصير أود أن أنوه لموضوع مهم جدا، هو أننا اليوم بانتظار بيانات اقتصادية مهمة جدا من الولايات المتحدة ستصدر خلال إن كان دقائق، عندنا بعض البيانات لكن خلال ساعات أيضا لدينا بيانات مهمة، هي بيانات مؤشر مديري أسعار أو مديري المشتريات لقطاع الخدمات، وهذه البيانات ذات تأثير ملموس على الأسواق. وغدا نحن بانتظار بيانات الوظائف الأمريكية، وهذه البيانات تحديدا هذه المرة سيتابعها المتداولون، لأنها ربما ستكون دلالة لتوقعات الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل منتصف الشهر الجاري، وهذا قد يكون له تأثير ملموس على أسعار الذهب. بالتالي على المدى القصير لا أستبعد أن نشهد تذبذب ربما بعد التصحيحات الهابطة، لكن على المدى المتوسط والطويل فاحتمالات الارتفاع بفعل التضخم وكذلك التدفقات النقدية الكبيرة للأسواق، فهنالك احتمال جيد أن تستمر أسعار الذهب بالارتفاع. يعني نستطيع أن نقول أستاذ سركيس أن الحالة التي يمر بها الذهب هي مرحلة تصحيح مؤقتة ربما يعاود الهبوط إلى درجات متدنية؟ الآن بالفعل اللي عم نشهده هذا اليوم يعتبر تصحيح، يعني لو نظرنا إلى الاتجاهات الصاعدة التي حصلت خلال الشهرين الماضيين يعني فهي اتجاهات صاعدة قوية جدا، وإذا تحدثنا عن تصحيح هابط ب 15 أو حتى $20 بعد أن لامس الذهب 1916 خلال الأسبوع وانخفض حاليا لمستويات أذكر 1890 تقريبا، هذا التصحيح يعتبر $26 أو $30 في حد أقصى، هي تصحيحات طبيعية حتى لو انخفضت أسعار الذهب مستويات 1850. فهنا أريد أن أتحدث فنيا، هنالك العديد من مستويات الدعم الفنية، وطبعا التحليل الفني يتابع الكثير من المتداولون
وانخفاض أسعار الذهب يجذب المزيد من الطلب الشرائي قرب مستويات الدعم في العادة. وبالتالي التصحيحات الحالية حتى لو استمرت، فطالما ثبتت أسعار الذهب أعلى من مستويات الدعم 1850-1840 فاحتمالات الاتجاهات الصاعدة واردة بالفعل. طيب أستاذ سركيس، يعني أريد أن أسألك عن المقارنة إذا صح التعبير ما بين الذهب وما بين العملات المشفرة. طبعا نحن سنتكلم بشكل مفصل أكثر عن العملات المشفرة، لكن أريد أن أجري مقارنة بسيطة نوعا ما ما بين الذهب كملاذ أمن وما بين العملات المشفرة خاصة البيتكوين. الهبوط الذي حدث في العملات المشفرة دفع الكثير إلى، يعني الناس ذهبت إلى الذهب. لو نجري مقارنة بسيطة ما بين الذهب والعملات المشفرة، على اعتبار أيضا أن العملات المشفرة هي أيضا يعني ذهب المستقبل مثل ما يقولون. نعم، الآن خلال الفترة الماضية، وأذكر يعني في بداية هذه السنة عندما ارتفعت العملات المشفرة بشكل كبير وبدأت مخاطر التضخم بالتمحور كما أشرنا. الآن العديد من الجهات توجهت إلى العملات المشفرة باعتقادهم أن العملات المشفرة تشكل أولا استثمار وثانيا غطاء من التضخم حتى وصلت البيتكوين والعملات المشفرة لارتفاعات قياسية كبيرة. شفنا البيتكوين أعلى من 60,000 دولار للبيتكوين الواحد، لكن بعد ذلك عندما حصلت بعض الظروف التي إذا تسعى معنا لوقت لهذا اليوم سنتحدث فيها، بعدما بدأت موجة الانخفاض عاد المتداولون والعديد من الجهات الاستثمارية للنظر إلى حقيقة أننا عندما نحتاج إلى أصل استثماري وإلى أصل تغطية من مخاطر التضخم، فيجب أن يتسم هذا الأصل بالتذبذب المحدود. حتى لو كان هنالك بعض الخسائر، يجب أن يكون هذا الأصل يعني خلينا نحكي أنه أقل مخاطرة مما شهدنا في العملات المشفرة. العملات المشفرة انخفضت بشكل كبير جدا، وهذا الانخفاض أعاد النظر إلى الذهب من جديد، فالعديد من المتداولين تخلوا حينها عن العملات المشفرة للتوجه مرة أخرى إلى الملاذ الآمن والتحوط الحقيقي من التضخم، والذي هو الذهب وكذلك السندات، كلاهما يعتبر الغطاء الكلاسيكي من مخاطر التضخم. هنالك بعض المضاربين ونسميهم المضاربي التجزئة أو تجار التجزئة في الأسواق المالية، لا شك في أنهم يؤثرون بتنقلهم ما بين المعدن الثمين كذهب أو الفضة حتى وما بين أسواق العملات المشفرة، فهذا الانتقال في الأموال يسبب بعض التذبذبات فعليا، وهذا اللي نشهده حاليا من معاملات ارتباط متواجدة إحصائيا ما بين أسعار الذهب وتحركات أسعار العملات المشفرة، فتأثيراتها موجودة ولا نستطيع إنكارها عندما ننظر إلى معاملات الارتباط. لكن على المدى الأبعد قليلا باعتقادي، عندما نتحدث عن التحوط، عندما نتحدث عن استثمار لصناديق تحوط أو صناديق متداولة أو حتى الهيدج فوندز وغيرها، كلها تتطلب استثمارات معينة بمخاطر يمكن حسابها نسبيا، وهذا ما لا توفره رغم أنها أعطت عوائد مجزية جدا لبعض الأشخاص كعملات مشفرة. لكن في المقابل عندما نتكلم عن استثمارات هيدج فوند، صناديق التحوط والصناديق المتداولة، فيجب أن يكون هنالك حسابات دقيقة أكثر من المخاطرة مما قد يعيد الذهب لمقامه الأول ليكون الغطاء ضد التضخم. كملخص أستطيع أن أقول أن هنالك علاقة ما بين أسعار الذهب وأيضا العملات المشفرة، سببها صغار المتداولين أو المتداولين بالتجزئة أو حتى بعض المحافظ الكبيرة نسبيا، لكن على المدى الأبعد سيعود النظر من جديد إلى حقيقة أن الذهب أو خلينا نحكي الأصول المغطاة والتي هي محكومة مركزيا تعطي أفضلية على المدى المتوسط والطويل. مرة أخرى لا أستبعد أن يكون هنالك تأثيرات على المدى القصير. هو هذا كلام تمام أستاذ سركيس، لكن اليوم نحن أصبحنا أمام واقع، يعني كان الذهب هو يرتبط بالدولار كمقارنة بينهما، لكن اليوم هو يرتبط بالعملات المشفرة، يعني يرتفع الذهب يهبط سوق العملات المشفرة وبالعكس، أليس هذا أيضا أصبح واقعا؟ صحيح كما تفضلت حضرتك، وهذا ما أشرنا له منذ قليل أنه لا نستطيع إنكار أن هنالك علاقة، فهنالك معامل ارتباط عكسي بين تحركات أسواق العملات المشفرة والذهب، وهذه معاملات الارتباط كما أشرنا مصدرها تناقل للسيولة النقدية وتدفقات الأموال. فإذا قلنا أنه في عندنا مستثمر ما من المستثمرين يمتلك على سبيل المثال 1,000,000 دولار ويريد الانتقال ما بينه،
الأسواق المالية، أسواق المعادن الثمينة إلى العملات المزخرفة، فسوف يتم سحب مبالغ كبيرة من الاستثمارات في الذهب كتدفقات سيولة خارجة تتجه بعضها إلى أسواق العملات المزخرفة، وهذا بالفعل ما أسير له. على المدى القصير هنالك تأثيرات ومعامل ارتباط عكسي ما بين حركة أسعار الذهب والعملات المزخرفة، لكن مرة أخرى باعتقادي شخصيا أرى بأن المدى المتوسط والطويل قد يثبت لنا بأن أصول الاستثمار تستوجب أيضا الأخذ بعين الاعتبار مقدار المخاطرة والعائد المتحقق في العملات المزخرفة، وأيضا التغطية مقابل عائد أو تغطية من مخاطر التضخم التي تقدمها لنا المعادن الثمينة. طيب أستاذ ساركيس، إذا ما كان التضخم هو قادم، يعني ماذا من الممكن أن تصنعه الإدارة الأمريكية، تتخذ من إجراءات الإدارة الأمريكية وخاصة فيما يتعلق بالبنوك والمصارف الخاصة التي هي يعني تتحكم نوعا ما، وربما هي تدخل أيضا في حالة خلافات مع أعضاء الكونغرس بما يتعلق بالسياسات النقدية القادمة للولايات المتحدة؟ بماذا يمكن الإدارة الأمريكية أن تصنع في حال يعني أن التضخم قادم إلى الولايات المتحدة؟ الآن بالنسبة للتضخم هو متعلق بسياسات البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشكل مباشر، لكن حاليا هنالك في الأسواق المالية أو النظرة إلى خطط الإنفاق التي وضعها جو بايدن الرئيس الأمريكي، ومن ضمن هذه الخطط تم الإشارة إلى توجه لرفع الضرائب على الشركات، وهذا بدوره من أجل تمويل خطط الإنفاق أو جزء من خطط الإنفاق. رفع الضرائب في حد ذاته يعتبر واحد من الأساليب التي قد تقلص من وفرة الأموال بالاقتصاد، وهذا قد يكون عامل يصب ضد التضخم ويقلص من ارتفاعاته، لكن في الحقيقة السياسة النقدية التي يقوم بها الفدرالي الأمريكي هي الأداة الأساسية في الولايات المتحدة للتحكم في التضخم. فعندما يقوم أي بنك مركزي بخفض أسعار الفائدة وزيادة سياسات التحفيزية، نشهد بأن التضخم يبدأ بالارتفاع، والعكس تماما عندما يبدأ البنك المركزي في تقليص سياساته النقدية أو رفع الفائدة فهنا يبدأ التضخم بالانخفاض. الآن البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يظهر لنا بأنه يتابع التضخم، والعديد من الاقتصاديين والمتداولين في العالم شهدوا الارتفاع الكبير في التضخم بحسب مؤشر سعر المستهلك عندما سجل 4.2% خلال الشهر الماضي، وأما بالنسبة لمؤشر كور بي سي اي أو مؤشر نفقات الاستهلاك الجوهري الذي يعتمد عليه الفدرالي كمقياسه للتضخم ارتفع إلى 3.1%. لكن هنا أود النظر إلى نظرة تحليلية وأدقق في كلام البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي فيما عندما غير طريقة رقابته للتضخم، فكان سابقا يريد مستوى التضخم أن يكون عند 2%، لكن في آخر تعديلات لرقابته للتضخم توجه لاعتماد المتوسط للتضخم. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني بأن الفدرالي الأمريكي يريد أن يكون متوسط التضخم عند 2% بحسب مؤشر PCE، وبحسابات خاصة لدي شهدت خلال 17 شهر الماضية عند حساب المتوسط لمؤشر PCE سنجد أنه تماما عند 1.54%. ماذا يعني ذلك؟ بأن متوسط التضخم ما يزال منخفض، وهذا يعني بأن الفدرالي الأمريكي من غير المرجح أن يقوم بتعديل كبير في سياساته النقدية خلال هذه السنة، فالتضخم حتى لو ارتفع، وهذا ما أشار إليه أيضا أعضاء من البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ورئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نفسه عندما أشار أنه يعتقد بأن ارتفاع التضخم هو أمر عابر ومؤقت، ولكن في محضر الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي شهدنا أن بعض الأعضاء رحبوا أكثر في أن تتم مناقشة سياسات التيسير النقدي، وربما من أجل الحد من مخاطر ارتفاع التضخم. هنالك معلومة مهمة يجب أن أذكرها هنا، وأن البنك الفدرالي الأمريكي قرر هذا الأسبوع أن يحد من مشترياته لسندات الشركات، مع تأكيده بأن هذه الخطة لا تشمل السياسة النقدية المتعلقة بشراء الأصول والسندات الحكومية. لكن بدأ ولو لاحظنا اليوم تأثر الدولار إيجابا بهذه الأنباء، لأن المتداولين الآن بدأوا بالنظر بما أن الفدرالي بدأ بتقليص حيازته أو شراءه لسندات الشركات، ربما ستكون الخطوة القادمة هي تقليص حيازة السندات الحكومية. لكن
كتغيير جذري في السياسة النقدية لدى الفيدرال الأمريكي غير متوقعة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ربما خلال الربع الرابع من هذه السنة أو خلال السنة المقبلة ربما سنشهد تعديلات جذرية في سياسة الفيدرالي، لكن على المدى القصير لا أعتقد بأن هناك تعديلات. وهذا ماذا يعني؟ يعني بأننا أمام احتمالية المزيد من الارتفاع في التضخم على الأرجح في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا ونحن نشهد أسعار الطاقة مستمرة بارتفاعها، وارتفاع أسعار الطاقة يؤثر بشكل عام على أسعار السلع والخدمات التبعية، وهذا قد يكون له أيضا تأثير على التضخم. فالفيدرالي الأمريكي ربما سوف يثبت سياساته النقدية، لكن التضخم قد يستمر قليلا بالارتفاع. لكن أيضا بدأنا نلاحظ بأن البنوك في الولايات المتحدة بدأت الآن تشهد ارتفاع كبير في التدفقات النقدية فيما بينها بما يسمى الانتر بانك، مما تسبب في انخفاض حاد في فوائد الريبو. الآن أعتقد بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر على أقصى تقدير، وفي وقت اجتماعه لم يكن في وقت أكثر من ذلك، ربما سيقوم بتعديلات ليس على مستوى السياسة النقدية نفسها، على قدر أنه يعدل من أسواق الريبو أن يتحكم فيها، ربما يقوم بسحب أسعار الفائدة للتبادلات للأعلى قليلا، بل ربما يقدم للاحتياطيات الفائضة للبنوك بعض الفوائد الأعلى قليلا حتى تقوم بتخزين الفوائد النقدية لدى الفيدرالي الأمريكي، وهذا ما قد يكون له تأثير، لكن تأثير محدود على مستويات التضخم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. هل هذا يبقى خلال هذا السنة أستاذ سركيس؟ يعني التضخم سيؤثر حتما على موضوع الدولار، سيتتراجع قيمة الدولار، هل هذا سيستمر حتى نهاية هذا العام؟ الآن بالنسبة للدولار الأمريكي وارتباطه بالتضخم هو مرتبط بتوقعات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لكن بدأنا حاليا نرى بأن المتداولين أصبحوا يركزون أكثر على أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المصوتون على السياسة النقدية ويراقبون توجهاتهم بالنسبة للتصويتات المقبلة على برنامج تحديدا برنامج شراء الأصول. أسعار الفائدة ربما لن تتغير، لكن برنامج شراء الأصول ممكن أن نشوف أنه تغيرات خلال الربع الرابع، ومع هذه التوقعات ممكن الدولار الأمريكي نشوفه عم بيشهد بعض القوة، رغم أني أعتقد أن الاتجاهات الهابطة الإجمالية على الدولار الأمريكي مستمرة. أتكلم هنا عن نظرية تشارلز داو التي تشير إلى أن الاتجاهات تستمر حتى يحصل أمر يثبت عكس ذلك بشكل جذري. فالدولار الأمريكي بشكل عام حتى هذه اللحظة ما زال باتجاه هابط، لكن في نفس الوقت لا أستبعد مع بيانات اليوم بيانات بكرة ربما أن تكون هنالك تحركات أو محاولات تحركات صاعدة، خصوصا إذا كانت بيانات الوظائف يوم غد الجمعة أفضل من التوقعات. فإذا كانت أفضل من التوقعات ربما هذه المرة سيكون تأثيرها إيجابي على الدولار الأمريكي ليبدأ في مرحلة ارتفاع وسط توقعات أن يتوجه الفيدرالي الأمريكي للتخفيف من برامج أو سياساته النقدية، ربما بتعديلات صغيرة مع اللي هي أسواق الانتربانك وفوائد الريبو. هذا كله قد يكون له تأثير إيجابي على الدولار حتى لو بشكل مؤقت. مرة أخرى أعتقد حتى هذه اللحظة الاتجاه الهابط الإجمالي على مدى هذه السنة على الأقل خلال الربع الثالث أيضا هو اتجاه هابط بالنسبة للدولار الأمريكي. يعني نحن أمام يعني هذه المشكلة ستمتد حتى نهاية العام، خاصة مع الارتفاع في أسعار النفط. أسعار النفط ربما تصل تكسر حاجز $75 أستاذ سركيس، هذا الأمر سينعكس أكثر بالضرر ربما على الاقتصاد الأمريكي. أيضا توقعاتك لأسعار النفط كيف تراها أستاذ سركيس خلال الفترة المقبلة؟ تماما كما تفضلت حضرتك عندما أشرت إلى احتمالية أن أسعار النفط ترتفع لأعلى من $75، هذا أمر واقعي بالفعل. حاليا نلاحظ بعض البيانات التي أصبحت تصدر والتي كان آخرها يوم أمس عندما تم الإشارة إلى ارتفاع المخزون الأمريكي بمقدار تقريبا 5.3 انخفاضه 5.3 مليون برميل بحسب معهد البترول، واليوم نحن بانتظار أيضا بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اللي أرقنا خلال الأسابيع الماضية انخفاض في المخزون الأمريكي التجاري. منظمة أوبك وحلفائها يقومون الآن برفع الإنتاج من خلال تقليص أو تخفيف القيود على الإنتاج، لكن لو نظرنا إلى هذا التقليص والتخفيف على القيود هو تخفيف قليل جدا مقارنة في توقعات نمو الطلب العالمي. التوقعات بحسب أوبك تقترب من 6 مليون برميل يوميا، وفي عندنا أيضا معهد البترول أو وكالة الطاقة الدولية تتوقع 5.5 مليون برميل كنمو بالنسبة للطلب العالمي حتى يقترب من
96.5 مليون برميل يوميا، رغم انه ما زال ما دون مستويات سنة 2019 اللي وصلت حوالي 100 مليون برميل يوميا. لكن لما نتكلم عن موضوع 96.5 مليون برميل، هذا أعلى كثيرا من المتوسط الذي شهدناه خلال عام 2020. وأغلب التعافي في الطلب على النفط من المحتمل أن يكون خلال الأشهر الجارية القادمة والشهر الجاري أيضا. إذا أننا الآن فيما يسمى في موسم القيادة في الولايات المتحدة، العديد من الدول الأوروبية تقلص بشكل كبير القيود بسبب جائحة كورونا، وبدأنا نرى بعض العودة للحياة الطبيعية نوعا ما، وهذا كله يدلني إلى أننا أمام احتمالية ارتفاع ملموس على الطلب. طيب ما بين هذا الارتفاع الملموس الذي تتحدث عنه أستاذ سركيس، وأيضا هناك جانب آخر هو المفاوضات الأمريكية الإيرانية من أجل يعني رفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني، هل تعتقد أن حصة إيران من النفط ستؤثر على السوق النفط العالمية؟ كأنبا أعتقد أنها ستكون مؤثرة نوعا ما كأنبا، لكن في الحقيقة حتى لو عدنا إلى أيام الإدارة الأمريكية عند دونالد ترامب حتى وإعادة العقوبات على إيران، هل توقفت إيران فعليا عن تصدير النفط؟ يبدو بأن هنالك بعض المبيعات التي كانت من إيران إلى بعض الدول الأسيوية مثل الصين، هذه بحسب بيانات غير رسمية حتى إلى الولايات المتحدة. أستاذ سركيس، الولايات المتحدة صرحت أنها استوردت نفط إيراني منذ الشهر الماضي تقريبا. صحيح بالضبط. فهذا يعني بأننا نفط إيران لم يغادر الأسواق بشكل كامل، لكن ماذا سيحصل إذا عاد الاتفاق النووي من جديد؟ هنا سوف تبدأ إيران بالتصدير بشكل قانوني. ماذا يحصل عندها؟ ستبيع إيران النفط لديها بالسعر السوقي نفسه الآن، أو إذا كان هنالك مبيعات غير قانونية تقدم خصم على هذه المبيعات. وإذا عادت المبيعات بشكل مباشر وقانوني، بالتأكيد أو على الأرجح لن تقبل إيران أن تقدم هذه الخصومات من أجل بيع لديها، وهذا بحد ذاته داعم لأسعار النفط عندما نزيل الخصومات. الآن نتحدث عن قوة الطلب والعرض مرة أخرى. إذا أعادت إيران أو إعادة النفط الإيراني للأسواق، هذا من غير المتوقع أن يكون بشكل كامل وبشكل خلينا نحكي صدن أو سريع، ربما سيكون بشكل تدريجي. بتخيل أنه يكون بداية على شكل قريب من 1 مليون برميل، ثم ارتفاعات طفيفة أخرى. وأخذين بالعين الاعتبار الارتفاع المحتمل بالطلب العالمي تحديدا هذا الشهر والشهر المقبل كما هو متوقع، فحتى عودة النفط الإيراني قد تكون غير كافية. وهذا أيضا ما يتوقع جولدمان ساكس، بنك جولدمان ساكس أشار إلى أنه يتوقع أسعار النفط عند $80 حتى لو عاد النفط الإيراني، وأشار تحديدا إلى أنه حتى لو ارتفع الطلب من منظمة أوبك خلفائها ومن إيران أيضا، هذا لن يكافئ الارتفاع المحتمل بالطلب العالمي. لكننا نتحدث أستاذ سركيس عن 1 مليون برميل نفط إيراني تدخل إلى السوق بشكل نظامي وقانوني وشرعي، ألا يؤدي هذا إلى تراجع الصعود الذي صعدته أسعار النفط حتى هذه اللحظة؟ يعني ارتفاع طفيف لكنه يعود إلى التراجع، يعني 1 مليون برميل هي أيضا لا تؤثر في سوق النفط؟ هي بالتأكيد تؤثر، لكن هنا أعود للنقطة كنت بذكرها قبل قليل لحضرتك، وهي أنه هل توقفت مبيعات النفط الإيراني بشكل تام؟ هنا المقارنة تحديدا. وأيضا لا يجب أن نهمل حقيقة البيانات التي تظهر الارتفاع الحقيقي بالطلب العالمي، ربما سيكون مقلص، ربما ستؤثر. وأشرت في بداية حديثي عن توقعات تأثير النفط الإيراني على الأسواق، هي كأنباء من الممكن أن تتسبب في عمليات جني أرباح من مضاربين، لكن لا يعني ذلك بأننا أصبحنا أمام فائض كبير في الأسواق من المعروض، لكن كمضاربة كتجار التجزئة ربما يتسبب ذلك في تصحيحات هابطة. خصوصا هنا أستشهد مرة أخرى لو سمحت لي في التحليلات الفنية، نظريات التحليل الفني مثل نظرية إليوت هذه المرة، فأتحدث هنا عن مستويات $70 بالنسبة للنفط الأمريكي الخفيف، أتحدث عن مستويات قريبة من $74-$75 بالنسبة لخام برنت. هذه المستويات تعتبر مقاومات قوية، وبالفعل اليوم عندما اقتربت أسعار النفط الأمريكي الخفيف وصلت أعلى من $69 واقتربت من $70 بدأت عمليات جني أرباح. فإذا ظهرت أنباء تؤكد أن الاتفاق النووي مع إيران
سوف يعود من جديد، ربما تكون هنالك تصحيحات هابطة لكن ليس تغييرات جذرية في التحركات الإيجابية الصاعدة. في التحركات الإيجابية الصاعدة بعتقد أنها راح تبقى مستمرة، وأستشهد مرة أخرى بتوقعات جولدمان ساكس الذي يشير إلى توقعات بارتفاع الطلب العالمي بأكثر من احتمالية ارتفاع المعروض حتى مع تواجد النفط الإيراني. طيب أستاذ، الأزمة التي تمر بها الهند، أزمة كورونا، لا تؤثر أيضا على سوق النفط وأيضا بشكل عام على عرقلة نمو الاقتصاد العالمي وخاصة السلالات الجديدة المتحورة التي تظهر هناك؟ بالفعل لها تأثير، بالحقيقة تأثيرها واضح. تعتبر الهند هي ثالث أكبر أو ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، حتى أنها تفوقت على اليابان مؤخرا لتصبح اليابان في المركز الرابع والهند بالمركز الثالث. وبالنسبة للاقتصاد العالمي، الهند حاليا من المتوقع أن تكون ممثلة إلى 7% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكن لننظر إلى مدى هذا التأثير. أشرت مرة أخرى وأؤكد أن هنالك تأثير، لكن هذا التأثير إذا كان على الاقتصاد العالمي كنمو 7%، أما بالنسبة للنفط فالتأثير يبدو أيضا قليل نسبيا، لأنه الولايات المتحدة والصين هما المستهلكان الأكبر في العالم بالنسبة للنفط. الولايات المتحدة تظهر لنا بيانات اقتصادية إيجابية جدا، أثرها كان يوم أمس عندما شهدنا ارتفاع مؤشر ISM لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية لمستويات مرتفعة جدا. وفي الصين أيضا صدرت اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات والتي أظهرت بعض التباطؤ، لكن هذا التباطؤ لم يعقل أبدا النمو وما زال الاقتصاد ينمو بقوة. إذن الاقتصاد الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الصين يرتفع فيهم الطلب على النفط بشكل كبير، حتى في بريطانيا، حتى في بريطانيا البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا أثبتت لنا أكبر نمو في قطاع الخدمات من 24 سنة. لنذهب الآن إلى منطقة اليورو، منطقة اليورو أيضا عاودت النمو وإعادة فتح الاقتصاديات، بالتالي هذا يعوض ذاك. الانخفاض في الطلب الذي شاهدناه إن كان اقتصاديا أو الطلب أيضا على النفط من الهند يقابله ارتفاع قوي بالطلب. الولايات المتحدة، الصين، المملكة المتحدة وأيضا منطقة اليورو، فهذا كله يعدل من توقعات انخفاض وتأثير انخفاض الطلب الهندي مقابل الارتفاع في الطلب عند تلك الدول. فهنالك تأثير لا شك، لكن حتى في خضم جائحة كورونا في الهند كانت أسعار النفط ترتفع بشكل إجمالي، حتى أنه لما شفنا بعض الانخفاض في أسعار النفط كان هذا الانخفاض نوعا ما محدود وعادت الأسعار للارتفاع من جديد. لكن حملات التطعيم أستاذ سركيس هي دائما ما تمر بمراحل يعني بطيئة نوعا ما وهناك تعثرات كثيرة، هذا الموضوع سيؤثر كثيرا على عودة الاقتصاد العالمي ككل، خاصة الاقتصادات الكبرى كالاقتصاد الأمريكي بالدرجة الأولى، بالدرجة الثانية الاقتصاد الصيني. صحيح كما تفضلت 100%، هذا مؤثر ويعتبر مؤثر سلبي فعليا على التوقعات. لكن لننظر الآن إلى حقائق الأرقام بالنسبة لتوقعات واتجاه أعداد الإصابة بفيروس كوفيد 19، فسوف نلاحظ بأن هنالك انخفاض في أعداد الإصابة عالميا بالفيروس بحسب موقع ووردوميتر، حيث أننا نشهد هذا الانخفاض الكبير في الأعداد، حيث أن متوسط 7 أيام انخفض إلى أدنى مستوى له منذ شهر مارس الماضي. هذا ماذا يدل؟ يدل أنه حتى مع بعض التعثر في حملات التطعيم، لكن في نفس الوقت هنالك انخفاض في أعداد الإصابة بفيروس كورونا حتى في الهند. عندما ننظر إلى الإصابات اليومية التي كانت تسجل أكثر من 300,000 إصابة يوم أمس، وخلال هذا الأسبوع شهدنا تسجيل فقط 100,000، رغم أن الرقم ما زال كبير، لكن أيضا هذا يدل أيضا على الانخفاض في الإصابات. فهنالك تأثير، لكن هنالك حالة أيضا من التفاؤل بسبب الأرقام الحقيقية التي تظهر الانخفاض في أعداد الإصابة بفيروس كورونا. كل ذلك بحسب موقع وورلد ميتر الذي أستطيع من خلاله دراسة
توجهات وأعداد الإصابة اليومية بالفيروس. طيب إذا ما أردنا الحديث عن العملات الرقمية أستاذ سركيس، كيف نحلل التطورات الأخيرة التي جرت للعملات الرقمية؟ كان هناك صعود كبير ثم عودة للانخفاض، الآن هناك صعود طفيف نوعا ما خاصة في البيتكوين، كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن انهيار البيتكوين بشكل نهائي. ما هو تعليقك أستاذ سركيس عن التطورات الأخيرة في سوق العملات أستاذ سركيس؟ فقدنا الاتصال مع الأستاذ سركيس تشوبريان، سنعاود الاتصال به الآن. أستاذ سركيس تسمعني؟ يبدو فصل اللاين. كنت قد سألتك أستاذ سركيس عن العملات الرقمية، كيف من الممكن أن نحلل التطورات الأخيرة في سوق العملات الرقمية خاصة الحديث عن انهيار البيتكوين عندما حدث هبوط كبير بأسعار العملات الرقمية مؤخرا؟ نعم، الآن بداية عندما بدأت موجات الانخفاض الشديدة في العملات الرقمية بشكل عام والتي منها البيتكوين، كان لها مسببات رئيسية. بداية إيلون ماسك أو تسلا أعلنت بأنها لم تعد تقبل البيتكوين من أجل التبادل مع سيارات تسلا، وكان ذلك بحجة أن تعدين البيتكوين يتسبب في استخدامات أو انبعاثات عالية للكربون. ثم جاءت الصين التي حدت من الاستخدامات بالعملات الرقمية ومنع التبادل فيها، فحصل هذا الانخفاض القوي. لكن بعد الانخفاض شهدنا وسمعنا من حولنا بأن هنالك محاولات لاقتناص العديد من القرص مع انخفاض الأسعار. فعندما وصلت أسعار البيتكوين على سبيل منخفضة، تكونت بعض القوى الشرائية، وهذا يثبت بأن أسواق العملات المشفرة ربما سوف تتابع مرحلة التفاؤل والتشاؤم في هذه الأسواق. فحاليا نشهد بالفعل موجة ارتفاع شملت مش بس البيتكوين، لو نظرنا إلى إيثيريوم، دوج كوين وغيرها من العملات المشهورة لدى المتداولين، نشهد بأنها حاولت الارتفاع أيضا هذا اليوم لتعوض جزء من خسائرها. لكن بنفس الوقت أفضل أن أشير حاليا إلى أن أسواق العملات المشفرة في تذبذب كبير، فتارة نجدها مرتفعة بشكل كبير وأخرى منخفضة بشكل ملموس، وهذا ما قد يبقي على حالة التذبذب خلال الفترة القصيرة المقبلة قبل أن نشهد محاولة جديدة بالارتفاع. فلا أقول أني أعتقد بأن العملات المشفرة ستستمر بانخفاضها، بل على العكس هنالك سيولة يبدو بأنها تنتظر فرص جديدة للاستثمار فيها رغم مخاطرتها المرتفعة، وهذا ما يجعلني متفائل نوعا ما في أسواق العملات المشفرة. إن كان الولايات المتحدة أو الصين أو غيرها ممكن يكون لها تأثيرات سلبية، لكن بتحييد هذا الشيء ربما سنشهد بأن الاتجاهات الإجمالية الصاعدة ربما سوف تستمر خلال الفترة المقبلة. يعني هي العملات المشفرة صنعت بطريقة لا مركزية، لا توجد سيطرة مركزية من قبل حكومات أو بنوك عالمية عليها. هذه المحاولات من قبل الصين أو الولايات المتحدة على محاولة السيطرة نوعا ما على هذه العملات الرقمية، هل تستطيع السيطرة عليها أستاذ سركيس؟ وهل سنشهد حالة من الصراع نوعا ما ما بين الناس المتداولة الحيتان دعنا نقول في هذه الأسواق وما بين الحكومات التي تحاول الحد يعني من تداول هذه العملات أو ضبطها بالحد الأدنى؟ الآن نعم الآن كما تفضلت تماما السيطرة المباشرة أرى أنها بالفعل صعبة، لأنها أسواق لا مركزية بالفعل، هي ما بين البائع والمشتري بشكل مباشر دون تدخل طرف ثالث. لكن أين يمكن أن يكون التأثير؟ التأثير في رقابة الأشخاص الذين يتعاملون في العملات المشفرة. على سبيل المثال في الولايات المتحدة الآن لدينا مشروع أو توجه لوضع قانون لفرض ضرائب على الأرباح المتحققة أو على المتعاملين في العملات المشفرة. إذن السيطرة قد تكون عبارة عن قانونية مدنية أكثر مما كونها أنه السيطرة على التداول نفسه، فمن الصعب السيطرة على شيء ممكن تداوله مباشرة دون طرف ثالث. لكن في نفس الوقت رقابة الإنترنت التي نعيشها هذه الأيام، والرقابة أيضا إن كنا نتحدث في أي دولة كرقابة فيدرالية أيضا في الولايات المتحدة، هذه الرقابة تستطيع كشف كيف يتعامل، من يتعامل. وهنالك موضوع مهم جدا، أرى بأن العديد من المتداولين في أسواق العملات المشفرة يحسبون أرباحهم وخسائرهم بماذا؟
بالدولار الأمريكي أو بعملات دولهم المحلية. وكيف نستطيع أن نحول العملات الرقمية إلى عملات اللي هو بيحولها فيات أو العملات الحقيقية كالدولار الأمريكي وغيره، هذا يحتاج إلى وسيط، وهنا من الممكن أن تبدأ المساءلات القانونية من أين لك هذا، فكيف حققت هذا الربح. وهذا بالذات هو الذي أقصده عندما أتحدث عن القيود التي قد تضعها الدول ضد هذه العملات المشفرة. كذلك هنالك أمر مهم، الشركات الكبرى الخاضعة للقوانين ربما تكون أقل تقبلا لتوجهات القبول أو رفض التداول بالعملات المشفرة. أريد أن أشكرك جزيل الشكر أستاذ سركيس تشوبريان محلل الأسواق المالية، كنت ضيفي لهذا اليوم أستاذ سركيس عبر خدمة السكايب من مدينة عمان، شكرا جزيلا لك.